اهلا بكم مشاهدي الكرام. ويعني حديثنا في هذا الصباح يبدو انه الشباب اخذوا حيز كبير لانه ابداعاتهم وانجازاتهم لا نستطيع ان نغفل عنها، وهذه الانجازات احنا بنفتخر فيها. مبادره جديده لمجموعه من الشباب الاردنيين طلاب الجامعات وبالتحديد من جامعه البلقاء التطبيقيه وكليه الهندسه، فكروا بعمل مبادره اسمها اخويه، تهدف الى نشر الثقافه والعلوم والرقي بالتكنولوجيا بشكل عام بين شريحة كبيرة من الطلاب عامة وبالتحديد طلاب كلية الهندسة على وجه الخصوص. أخوية فكرة حضارية لمجموعة من الشباب، حبينا أن نلتقيهم نتعرف على هالمشروع هالمبادرة والهدف منها. فاسمحوا لي أن أرحب بأصحاب الفكرة وأصحاب المبادرة. أرحب أولا بناصر الطويل، طبعا حضرتك هندسة شبكات، أهلا وسهلا فيك بجامعة البلقاء التطبيقية، ويزن البكاوي هندسة شبكات أيضا من جامعة البلقاء التطبيقية، أهلا وسهلا فيك، ومايكل فرحات شبكة هندسة آلات حرارية من جامعة البلقاء التطبيقية، أهلا وسهلا فيكم. أنا سعيدة باستضافتكم، يعني إحنا بنحكي على طلاب هندسة، بنحكي على دراسة فيها نوع من التخصص الصعب اللي فيش مجال للعمل التطوعي أو فيش مجال للنشاطات اللامنهجية، لكن أنتوا أثبتوا العكس. ويمكن مايكل نموذج طيب للشباب، فاز في جائزة أفضل روبوت على مستوى الجامعات الأردنية، فما شاء الله عليك روبوت، يعني أنت عملت روبوت صغير فزت فيه على مستوى المملكة. نتمنى إن شاء الله أنك تفوز على مستوى الوطن وعلى الوطن العربي وعلى مستوى العالم. أهلا وسهلا فيكم أخوية. نحكي عن هالفكرة مايكل، هدفها، نشأتها، آلية العمل من خلالها. تمام، ما في إشكال. أول شيء خليني أصبح على جلال سيدنا وأصبح على كل الأشخاص اللي بيسمعونا. نعم. وأصبح عليك وعلى الإذاعة وأشكركم على كل دعم قدمتوا لنا إياه، وأكيد أصبح على عميد الجامعة تبعنا ونشكره على كل دعم اللي قدم لنا إياه. أول شيء هو الهدف إحنا عنا من الأخوية اللي طلعناها اللي هي اليو بي تي يونايتد براذر تكنولوجي. الهدف من هذا الشيء، الفكرة اللي بلشت عنا إنه كان أنا أو يزن أو ناصر لما اجتمعنا مع بعض، كان شيء إنه أي شيء بتعرضه أنت من شغلك أو أي شيء بنحكي فيه مع بعض في مواضيع الشغل، البروجكت اللي بنشتغل فيه من الأشياء، كنا نلاحظ إنه كثير ناس عم بيستغربوا في هذا الشيء وبيحكوا لنا علمونا إيش أنتوا عندكم، احكوا لنا إيش العلم اللي عندكم إياه أنتوا اللي نقدر إحنا برضه نكون زيكم. هو الموضوع مش موضوع إنه شخص أحسن من شخص، لا، الموضوع إنه شخص بحث في هذا الشيء وقعد في هذا الشيء فترة معينة تما وصل لحد معين في هذا الشيء. احنا حكينا بيناتنا انه اذا كان عندنا احنا نسبة علم معينة موجودة وهي بجزء ما تضاهي شيء من برا، لكن هي علم قدرنا نحصله في ايدينا وفي تعبنا، احنا نوصل للاشخاص هذول بدون ما يتعبوا التعب اللي احنا وصلنا. يعني احنا زي ما يعني اجعل معرفة عبارة عن معرفة أكيد في تخصص أكيد معين ولا في شيء اتجاه معين. هو احكي لك احنا احنا كل واحد منا ماخذ مجال معين وماشي فيه. احنا بدلشنا كل شغلنا هذا عن طريق شاب اسمه حازم بيطار، بقدم كل الشكر له، كان يعملنا نفس المبدا بس على شيء كثير اصغر وكان يعلمنا اشياء. هلا بعد هذا الشيء احنا قدرنا نوصل انه احنا نكمل في هاي الرساله اللي نقدر نعلم الاشخاص لقدام، نعلمهم في كل مجالات. يعني اذا انا كان مثلا مجالي هايدروليك سيستمز، انا بعلمه في الهايدروليك او بعلمه في الشيء اللي عندي خبره فيه مثلا روبوتكس او في اي شيء ثاني كان موجود. يعني نشر المعرفه بشكل أكيد عام. اكيد بشكل عام المعرفة. اكيد دون تدخل اي ديني اي سياسي اي كان موجود، هدفنا كان علمي بحت، انه نقدم انه قد ما بنقدر العلم الموجود عندنا نعلم الاشخاص لايش بدايه الطريق اللي هم يبدوا فيه عشان يقدر يكمل لحاله او يكمل مع غيره او يبدا في مشروع وما يكون عنده اي اشكال يكون خوف في هذا الشيء. نعم. طيب ناصر، لما فكرتوا يعني فكرتوا بهالمبادرة، كيف كانت التواصل والتشبيك مع الشباب او الفئة المستهدفة من الطلاب؟ هسا احنا اول ما بلشنا بهاي الفكرة كانت انه عبارة عن كنت قاعد انا ومايكل يزن بعد ما خلصنا اول مشروع لنا وبلشنا نشتغل على مشاريع كثير، فحكينا انه خلص ليش ما نبلش نعلم الناس. ففي عندنا جروبات بالجامعة، انه الجروبات هاي جروبات مستقلة، فانه رحنا عندهم حكينا لهم احنا عندنا فكرة بدنا تعلنوا لنا عنها، فبلشوا يعلنوا لنا عنها عن طريق الفيسبوك. فاحنا كنا عاملين جروب اسمه يو بي تي على الفيسبوك، فانه كان الناس يعملوا جوين على الجروب، فلما عملوا جوين على الجروب فاحنا صرنا نحكي لهم انه بدنا نعمل لكم اجتماع، بدنا نحكي معكم، بدنا نناقش اهداف الاخويه، فكلهم صار والله لقينا اقبال كثير منيح. يعني عملنا ثلاث اجتماعات، اقل اجتماع كان فيه ما يقارب 30 ل 35 واحد،
وكانوا يجوا يعبوا طلبات عضويه ويعبوا وناخذ ارقامهم وايميلاتهم، وعن طريق بعدها صرنا نتواصل معهم وصرنا لهم عن الورشات اللي بنسويها. وطبعا احنا لمينا اكثر من تخصص هندسي، الهدف من الاخويه انه نجمع اكثر من تخصص هندسي عشان نطلع باختراع واحد هندسي بلم اكثر من تخصص. يعني يعني كلنا يمكن تكملوا بعض مش هيك؟ اه بالضبط، احنا كلنا يعني بنكمل بعض. تقدر تحكي هيك كان بده يبلش فيه شخص بيجمع كهرباء بيجمع ميكانيكي بيجمع اي شيء، اغلبيه المشاريع الهندسيه احنا حاولنا نجمع كل هاي الخبرات مع بعض لنطلع في شيء واحد معين ومفيد، كان شيء او اكثر من هذا الشيء. طيب يزن كمان يعني اكيد في حطيتوا بذهنكم مواضيع تناقشوا فيها من خلال ورش عمل، لانه انا اللي فهمته طبعاً انه في عندكم انتم عملتوا مبدا ورش العمل وتجمعوا هالطلاب وبتتحدثوا طبعاً. مين المتحدث؟ شو الموضوع اللي بتختاروه؟ كيف بتختاروه؟ هلا بالنسبه للمواضيع احنا بنيجي نختار موضوع، احنا كطلاب هندسيين يعني دائما بنقرا بنحضر مؤتمرات في يعني كل موضوع معين إلنا نظرته لإله، فكل واحد فينا عنده فكرة. حتى لما إحنا نجتمع مع الطلاب لأن الطلاب اليو بي تي الأعضاء كلهم مجتهدين وكلهم يعني هدفهم يعني ما بيختلف عنا، هدفهم زين إنه نعمل شيء نعمل مشروع، فهنا بنجمع أفكارنا وأفكارهم بندرسها مع بعض إحنا كأنا ناصر مايكل مع بعض وبنشوف إيش أنسب فكرة بأنسب وقت إنه نطرحها وبنعمل فيها اجتماع وبنعرض الفكرة وبنقسم كيف وظائفنا كمان. هل أنتم ثلاثة مؤسسين؟ بس ثلاثة احنا المؤسسين بالموضوع هذا. احنا طبعا عندنا باليو بي تي عندنا مقسمين حالنا لثلاث فئات A و B و C. هسا احنا المؤسسين عندنا B هم اللي بعطوا احيانا بيساعدونا بالدورات اللي بنعطيها، يعني في عندنا دورة ورشات عمل يعني. عندنا ورشات عمل محركات، في عندنا واحد سنة خامسة اوتوتونكس بعطيهم هاي الورشة بدون طبعا بدون اي مقابل، عندنا دورة انشاءات ورسم هندسي بعطيها واحد سنة رابعة هندسة مدنية، و يعني احنا بنعطي عن الاردوينو والروبوت. كويس. يزن كنت تحكي عن ورش العمل لما بتعقد عن ورش العمل، بس نخلص من طرح الفكره بنقسم مين بده يشرح، يعني سبيل المثال ناصر عنده اهتمامه بالبروجرامينج كثير والبرمجه، مايكل له كثير على الميكانيك ان جنرال مع والروبوتس، انا بحب الالكترونيات والكهرباء والوايرنج، فهذا كل واحد فينا بيشرح اللي هو متميز فيه. طب وين المكان بيكون؟ بقاعات عندنا الجامعه وفرت لنا داتا شو وقاعات وكمان مختبرات، يعني كثير الحمد لله امورنا كثير كانت ميسره. بالنسبه للعمل كيف بنسويه ان جنرال ما مش معقد، كله كان ميسر، ما واجهنا اي مشاكل الحمد لله. يعني منكم وفيكم الشباب وحتى الشباب يعني بالنسبه لبي و سي يعني احنا واحد، بس الفرق انه عملنا اي بي سي انه بي احيانا يعني احنا بناخذ علم يعني لسه حاليا احنا متعلمين، ففي امور ما نقدر يعني نشمل هالطلاب، يعني تقريبا بتحكي 85 طالب، فاحنا ما راح نقدر يعني ناخذ كل الاكتيفيتيز اللي قاعد بيعملوها، فالغرض من بي انه يخلونا التواصل معهم شو عمله بصير، واذا كان في حد من بي عنده بتميز بتخصص او معرفه او معلومه وبده يعطيها ابدا ما عندنا مشكله، بالعكس هذا اللي احنا من اللي هدفنا اياه انه ننشر هاي المعلومه. نعم. طب مايكل هلا انت لما اخترعت الروبوت كان في ذهنك انك رح تحصل على افضل روبوت في على مستوى الجامعات؟ اوكي ماشي، هلا اكون معك صريح في ثلاث شغلات، اول شيء هو مش اختراع، هو كان موديفايد بسيط على كثير من الاشياء كانت موجوده، جمعت اكثر من شغله وطلعت في شيء واحد والحمد لله ربنا يسرها. لكن اللي بدي احكي لك انا لما فتت على مسابقه الجامعات ما كنت يعني متوقع صراحه المرتبه الاولى، يعني كنت متوقع الحق من 30 كانوا يزن و 30 متشارك معك وناصر ولا ما كانوا معك؟ هلا احنا اليو بي تي معنويا ما قصروا الشباب بس اليو بي تي تاسست على اثر شغلهم وعلى اثر شغلي، يعني بعد ما لاحظنا احنا اغلبيه الامور اللي كانت تواجهنا انه ايش؟ كانت تواجهنا زي ما حكيت لك لما يجي ناس عليك ويحكي لك بدنا نعلمه، احنا الهدف تاع اليو بي تي تاعنا ليرنينج فور فري مجاني، كل العلم اللي عندنا بنقدمه مجاني، قدرنا انه ما نخلي علينا ميزانيه عبء مالي كثير يكون كثير كبير، لجأنا للجامعه تبعتنا قدمت لنا كثير فرص وقدمت لنا حتى اللابات تاعتها، قدمت لنا من عندهم دعم مادي في اي مشاريع بدنا نعملها، فاحنا لما بلشنا في هذا الشغل تبعنا كان هدفنا كثير اكبر من انه يكون شيء كثير صغير يعني في الجامعه هيك، فقدرنا نلم احنا مش مجرد تجربه مدرسيه او تجربه جامعيه وتروح لا بالضبط، احنا الهدف اللي بدنا اياه بدنا هذا الشيء يضل ماشي في الجامعه حتى بعد ما نطلع انا ويزن وناصر، ومش بس انه موضوع اي بي سي، انا بس حاب احكي لك شغله عنه، موضوع مش موضوع انه انا اخترت بي انا اخترت سي، لا انا وناصر ويزن ممكن تلعبوا الادوار بالزبط. يعني بالضبط، هلا احنا مستحيل يكون في شخص يعني نقدر نيجي نحطه بلا مؤاخذه وهو ما عنده علم فلنفترض في شيء معين نحطه يكون مسؤول عن جروب معين، صحيح بدك حسب الخبرات انت تقدر توزعي، ما في شيء في الدنيا كليتها ممكن ينمسك من ثلاث اشخاص ل 80 شخص، نضطر نجزئ احنا هذا الشيء عشان نقدر نمسك الامور اكثر واكثر عشان نقدر نسيطر على الوضع. ما شاء الله عليكم. طيب بأثر على دراستكم؟
لا اكيد مش مؤثر، يعني اذا انت اخترعت روح انا مصره انك اخترعت، هلا جمعته ما جمعته اخترعته. وبعدين يعني انا اللي سمعت انك حصلت الان على تدريب في مكان كثير احنا بنفتخر فيه كمان. نعم انا بشكر جماعه الكاتبين ما قصروا معي، كانوا بدهم يتبنوا مني المشروع وتبنوه الحمد لله، وقدموا لي كمان دعم ما يقارب 5000 دينار على مشروع التخرج عندي، وهلا ماشيين في اجراءاتي اللي اقدر اخذ تدريب عندهم كل اسبوع يوم. طيب تقريبا كويس. ان شاء الله يزن وناصر يخترعوا لنا شيء بالشبكات. هل هم شغالين؟ طبعا حكوا لي بس احنا ما حبينا نحكي عن الاختراع لانه لسه ما سجلوه. وهذا حق بالزبط. يعني انا كمان طلبتهم بانه هذا لازم بالزبط. ان يحفظ حقهم بالزبط. لما تسجلوه لازم أكيد. انا اعلن في برنامجي على فكره مهم كثير، مهم كثير 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 اختراعكم، انا عجبني لما حكى لي بس ما راح احكي لحدا، انا الوحيد اللي بعرف وحتى لاهل بيتي ما حكيته حتى ما ينتشر. لا لا يزن وناصر ويزن ومايكل انتم مشتركين بالاختراع. على كل حال اختراع كثير مهم. شوف انا كيف بعملكم تشويق شنو لخسارتي كان كثير حلو. اه طبعا بالنسبه لموضوع دراستنا وما حكيت بالضبط انه ما اثر الا ما تلاقي انه في واحد بتغلب كيف يلحق حاله. بس بالنهايه الحمد لله بنظبط الامر، يعني ما مش مشكله رئيسيه عندنا دراستنا. بس شوف هلا بشكل او باخر في منفعه الموضوع طبعاً. يعني انت لما يعني تجالس ناس عندهم خبره بموضوع معين. اسمحي لي احكي لك شغله، يعني احنا هسه بناخذ مواد كلها نظري، احنا بنعطيهم فرصه للطلاب انهم يجي يطبقوا هاي المواد في مشاريع. يعني في احنا عملنا لهم مثلا عملنا لهم ورشه الحام الكترونيات، يعني في اغلب تخصصات الهندسه بتستخدم الحام الكترونيات بمشاريعهم. بس انه لما يجي يسوي مشروع الحام بده الحام بروح اوديه لواحد يلحم له اياه. ليش توديه لواحد؟ تعال انت تعلم كيف تلحم سويه لحالك. احنا بالضبط هذا اللي عم بنسويه، احنا بنحاول نخلي النظري نطبقه عملي. احنا ما بدنا انه كل دراستنا اغلبها نظري، حتى اللابات اللي عندنا يعني ما بتامن لك المستوى اللي بدك اياه اللي بيلزمك. يعني احنا بالبروجرامينج اللي انا بسويه يعني انه عم بطور حالي بروجرامينج، جزم بالوايرنج بطور حاله بالالكترونكس، مايكل بالميكانيك تبعه عم بطور حاله كيف يسوي ميكانيك. يعني لقدام شوي لما نصير ناخذ مواد اكثر بتلاقي عندك خلفيه عن هاي المواد بالضبط، انه ما بدك تروح ترجع للمواد او تضلك حافظها حفظ. يعني حتى كدراسه ممتعه اكثر، يعني انا هي باخذ نظريا وبحل معادلات وبعمل وبحط السيركت، بس لما اجي اطبقها عمليا واشوف انه والله صح اللي بحكي الارقام صح، بتشوف ممتع الشغله بالعكس بتضيف نوع للتعلم احلى. اكيد اكيد مختلف. هلا مايكل انا سالته شو تخصص الات حراريه فحكى لي شيء له علاقه بالتبريد وبالمتبريد. هلا انا الهندسه تبعتي هي عباره عن هندسه الات حراريه، عشان هيك ايديك فيهم اسود ميكانيك بالضبط عشان هيك عندهم معي نظارات الواحد وعلومه. هلا التخصص تبعنا احنا هو شعبة من شعبة الميكانيك الموجود عندنا، موجود في جامعه البلقاء فقط في الاردن. احنا سامعينك. التخصص تبعنا هو بدخل في مجال الهايدروليك سيستمز بكل مجالاته، كان صناعي كان في السيارات كان في اي مكان موجود، وبدخل ارض ايضا بالموضوع تاع الالات الحراريه والهيدروليكيه، بدخل في الالات الحراريه، بدخل في التكييف والتبريد وفي البوليرنج سيستم. كويس كويس. يعني انا هاي التخصصات انا بعتقد انها في غايه الاهميه وجديده نوعا ما، يعني بعيده شوي عن الهندسه التقليديه بالزبط. المعماري والمدني كويس كثير. طيب الان ايش يعني كيف بتشوفوا رده فعل الشباب؟ والسؤال راح تجاوبوا عليه كلكم، يعني ناصر نبدا مع ناصر، كيف رده فعل الشباب وجديتهم؟ احنا شفنا كثير اقبال من الشباب، يعني كثير ناس حبوا هاي الفكره، يعني حتى لما رحنا على العميل حكينا له يعني صراحه حب الفكره ودعمنا فيها. لما رحنا نحكي للشباب نحكي للصبايا كلهم صاروا انه كلهم بدهم يجوا كلهم بدهم يتعلموا. عرفت انه في عندنا طاقه بالشباب، بس الناس مش عارفه تستغل هاي الطاقه. احنا يعني الحمد لله ان شاء الله بنسخر هاي الطاقه لانه نستغل اشياء كثيره. طبعا احنا ما حكينا للشباب انه بدنا نلم منكم الافكار تبعتكم ونصير نشتغل مع بعض عليها وتطلع باسم يو بي تي انه يونايتد براذرز تكنولوجي. كلهم صاروا انه اوكي ماشي احنا معكم طيب يلا خلص. كله الاقبال صراحه كان رائع علينا. يعني هلا اسمكم اخويه من اجل التكنولوجيا ولا اخويه التكنولوجيا؟ اوكي يونايتد براذرز تكنولوجي مزبوط. طيب يزن احنا شفنا صراحه زي ما قال ناصر اقبال كثير حلو من الطلاب وكانوا يشاركونا باراء. هل انتم بس بالتكنولوجيا بالتطبيقيه بس حاليا؟ بس حاليا حابين تروحوا على جامعات ثانيه؟ طبعا كان مستقبليا عندنا كثير خطط، يعني ما يعني ما مش حنرضى بالظروف اللي احنا فيها، بالعكس احنا كثير عندنا خطط مستقبليه وكيف نكبر اليو بي تي ونعلم اكثر. يعني هي كهدف رئيسي هي العلم، نشر العلم بدون مقابل. قديش معدلاتكم من 4؟ انتم زي الاردنيه من 4 قديش؟
ولا بلاش؟ أنا خاف من الحسد يعني. ما شاء الله عليكم، خلص إذا بلاش. طيب كيف بتلاقي جدية الشباب وتفاعل الشباب معاكم؟ هسا أنا صراحة ما جربت هذا الإشي من قبل إلا في جامعتنا، أكون معك صريح. جامعتنا عبارة عن كلية هندسة، وين ما بتروحي، مش لانه الجامعه يعني، وين ما بتروحي طبعا ما هي البلقاء التطبيقيه ما اعرف شو في، بتلاقي في الشباب بيفكروا انه مثلا ليش هيك، ليش انا ما اعمل هيك، ليش ما انا اسوي هيك، والله هذاك اليوم عملوا هيك. احنا لما بدينا عرضنا عليهم هاي الفكره لقينا الشباب انه فعليا هم عندهم تفكير بس مش عارفين كيف بدهم يطبقوا هذا الشيء او كيف بدهم يمشوا فيه. يعني بتلاقي الشاب مثلا عنده فكره بده يبدا يشتغل فيها، لكن ما بيعرف مثلا كيف يفوت على النت مثلا يدور عليها على اوبن سورس تكون موجوده او شيء اللي يقدر يطول مثلا القطع ويقدر يجيب هاي الاشياء. احنا بدنا نحاول نوصلهم حسب الخبره اللي عندنا اياها، احنا نوصلهم لبدايه الطريق اللي يقدر لو هو بده يكمل شيء لحاله بعدين ويطلع عنا ما في اي يعني إشكال. تختصروا عليهم معاناه ممكن انتم مريتوا عليها، نعطيهم الاساس يعني اساس عشان هو يمشي بطريقه. يعني صراحه مشروع. احنا اشتغلنا لحالنا واشتغلنا مع جروب، شفنا فرق كثير واسع. يعني انا اول بلشت اتعلم انا ويزن كنا نقعد باليوم 12 ساعه يا دوب نعرف نشبك شغله يعني. بس لما تكوني بتشتغلي مع جروب وواحد بعطيك هذا العلم على الجاهز طبعا حيكون اسهل لك انك تتعلميه احسن من انك انت يمكن حتى بصير في متعه اكثر وفي تشويق اكثر. المسؤوليه علينا انه احنا بدنا ندرس اكثر ونتعمق بالعلم اكثر، لانه انت مسؤوليتك بدك تعطي طلاب هذا العلم. مش معقول تكون مش عارف وانت عم بدك بس بدك تاخذ وتعطي، تاخذ علم وتعطي علم، فهذا الاكثر مسؤوليه يعني. بالنسبه لشغله انه انت تشتغل مع جروب ما تشتغل لحالك او تشتغل مع تيم، يعني انا لما دخلت على المسابقه تبعتي كنت داخل لحالي مشتغل من اي تو زد كل الروبوت تبعي. احكي لك شيء، لو كان معي واحد كمان ممكن يكون اضعاف الاشياء اللي ممكن يعملها الروبوت تبعي، لانه دماغين او ثلاث دماغات او ثلاث اربع اشخاص يشتغلوا مع بعض مش زي لما شخص واحد يشتغل. أكيد أكيد. يعني كثير مشاكل ممكن يحلوها. على كل حال انا بقدر اقول اني انا قاعده مش قدام طلاب هندسه، انا قاعده قدام قاده، كل واحد منكم قائد. وانا بتمنى فعلا ان شاء الله نشوفكم هيك اسماءكم لامعه في دنيا الهندسه، في عالم الهندسه، في عالم الابداع بشكل عام. انا بدي اشكرك ناصر الطويل ويزن البكاوي ومايكل فرحات، شكرا جزيلا لكم، ان شاء الله انكم فعلا كلكم تكونوا قاده متميزين. اهلا وسهلا فيكم.